بحييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعوا الحال عنا عبر الام تي في. اليوم إضافة للمعلومة عنا متابعات، ومثل العادة نتلقى اتصالاتكم على 04-444-444. منبلش بالمعلومة. معلومتنا اليوم زراعية بامتياز، بحيث أعلن المكتب الإعلامي لوزير الزراعة بحكومة تصريف الأعمال حسن اللقيس ببين أنه تبين لوزارة الزراعة وجود كميات من البصل المحلي لدى المزارعين تكفي حاجة السوق المحلي، فوزير الزراعة أعطى توجيهاته بوقف استيراد البصل حتى أشعار آخر. وأشار مكتب الوزير أنه سبق الوزير أن أصدر قرار بنهاية العام 2019 قضى بإخضاع جميع المنتجات الزراعية المستوردة إلى إجازات استيراد، وذلك حماية للإنتاج اللبناني المحلي. وزارة الزراعة رح تبقى منحازة دايما لجانب المزارع ودعمه، بخصوصا حاليا بشتى الأمور. وختم مكتب الوزير أنه كل السبل الممكنة رح ندعم للزراعة، خاصة بظل الظروف الصعبة يلي عم بمر فيها الوطن لبنان. يعني حاليا ما في استيراد بصل لأنه كمية البصل الموجودة بلبنان تكفي السوق المحلي. المهم ما تغلوا الأسعار يا شباب، ينتبه ما نغلي شوي على الناس كمان. متابعات بمتابعتنا رح بلش من دكويني، وتحديدا مشروع البدوي الطريق يلي حكينا عنها مبارح وعطولي صور عم بيصير في عليها انهيارات، وكلنا نعرف هذا مشروع خاص. مثل ما عم نشوف الصورة الظاهر صار في إجراءات اتخذت بالاتفاق بين بلدية دكويني وسكان مشروع البدوي. يعطيك العافية رئيس أنطواش خطورة. موجود، يعطيك ألف عافية، كيف تحكي؟ الحمد لله. بعرف أنه نحن لما فتحت هذه الطريق طلبنا بوقتها نقول لك أنه الناس عم تجي تقعد بهذا المشروع بدا طريق، قلت لي هيدي طريق خاصة على سكان المشروع بوقت أنه يعملوا هالطريق هيدا، ولكن كثرة الأمطار والانهيارات عم نشوف يلي شفناه. زاروك اليوم مثل ما عرفت، على شو اتفقتوا مع سكان المشروع حماية لإلهم ولسلامتهم رئيس شخطورة؟ أول شيء يعطيك العافية عم جديد، أهلا فيك. مشي المشروع البدوي مثل ما قلتي حضرتك أنه هيدا مشروع خاص، صار فيه انهيارات مثل ما شفنا هلا بالصوره. انا دغري انه حكينا الاشغال، حكينا الشرطه وسكرنا الطريق حفاظا على السلامه العامه. وصل للماده 74، نعم، اللي هي في سلامه عامه، في سلامه مواطنين، في سلامه مره من هونيك ممكن حدا يتعرض للاذيه، اما لا سمح الله يصير له شيء. اعترضوا بعض الاشخاص الموجودين بهالمشروع لان قليل، انه كيف سكرنا الطريق عليهم، لانه نحن عم نحافظ على سلامتهم، فهيدي وجباتي اقل هو ان اعملها. نعم. جانا اتفقنا نحن في طريق من تاني ميل مثل مكليس يعني المنصوريه، حكينا مع صاحب العقار اللي هي كان في عباره عم بيمرقوا عليها، كسرت وما حدا عم بيمرق بقى عليها الطريق. نعم. ومن عليها الاستاذ الياس ابي اللمع انه تتظبط هالعباره بس حتكون كلفتها وتظبيطها على نفقة المشروع 11 شخص اللي قاعدين بهالمشروع البدوي. هلا كنا عم نجرب نوفق انه بين نحن وبين هن انه ندفع مصاري انه ممكن تزبط، بس هيك رح يصير بالنهايه، رح تتضبط الطريق من ميلة المكليس ومن ميلة المنصوريه فيطلعوا من تاني ميل لحين ما انتهت العاصفه، لان في عاصفه جديده هلا جايه، وساعتها بنشوف شو بنعمل بالطريق البدوي الخاص. برجع بقول الخاص، يعني هن المفروض يضبطوا الطريق، اما مشان الشلقات اللي عم بتصير بهيدي وجباتنا، الاحجار والصخور اللي شفتيهم هودي نشيلوا عن الطريق. كثير منيح، يعني انا حبيت ضوي على الموضوع لانه من وقت ما قعدوا بهالمشروع، لانه كلنا بنعرف مشروع البدوي وشو عانوه. صحيح. نحن عم نتابع معك وعارفين هذا ما طريق خاص، ولكن البلدية مثل ما قلت كمان مسؤولة عن سلامة العامة. يعني فينا نقول أنه صار في حل لهم من ميلة المنصورية لحين ما. كتير منيح. في شيء تاني؟ في شيء تاني بدك تاني هلا؟ الحمد لله. هلا عم نلاحق موضوع الأسعار. أوكي. الأسعار العشوائية يعني سوبر ماركت وغيره. إيه. بدنا نوجه إنذار لهم إنه يكونوا ضمن النورمال المعترف فيه، يعني طالعين 20-25% البضاعة. مش اكثر من هيك. نعم. مش انه يشرفوا على العالم، هيدي رح نكون كمان بالمصاد نحن وفقا لكمان لصلاحيتنا ضمن الماده 74،
وكمان وزارة الاقتصاد عم تعمل شغلها. أكيد. أنا بشكرك رئيس أنطوان شختورة، بتمنى لك لإلك وللمجلس البلدي سنة تكون كلها بركة وخير على المنطقة. شكرا لإلك. منتابع بمتابعتنا، تلقيت اتصال اليوم من زاروب سائر بالأشرفية، بيقولوا هذا زاروب معتم وبده حوالي 3 لمبات مطفيين من 6 أشهر لليوم، بده عم بيحاولوا الاتصال بإنارة بلدية بيت مش عم يتوفوا. أنا حبيت أن أوصل الموضوع للأستاذ وسيم لادي اللي هو مسؤول عن إنارة بيروت، وأكد لي أنه رح يتم الكشف عن الموضوع، وقال لي إن شاء الله يعني أنه بتركب اللمبات بطريقة ما يكون في شتي، لأنه مع الكهرباء ما بيشتغلوا، رح يكشفوا على الطريق. وأنا هون بحب أعطي الرقم المباشر يعني لمصلحة الإنارة ببلدية بيروت، لأنه ظاهر يلي حكيوني ما عندهم إياها الرقم، هو الرقم البلدي اللي هو 01-986-001-2 extension 212. يعني بقدر أقول إنه رح يكون في كشف، وبتصور رح يتم تركيب هالإنارة هيدي. كمان بتواصلنا امبارح كمان طلعنا بموضوع المنصورية المكلس، كمان هالانهيارات اللي صارت. نحن اليوم باتصال مع المدير العام لوزارة الأشغال استاذ طانوس بولوس، عرفنا انه صار في محضر ببلدية المنصورية بحضور صاحب المباني اللي هو عم يعمل هون، كان يعني عنده حفرية وتسببت بهالشي، عمل المحضر وبفتكر رح يبلشوا يصلحوا الطريق على حساب المباني، يعني قيد الترميم إذا بدي أقول. كمان بمتابعتنا بالأمس وردني اتصال بموضوع اللجان يلي ستنظر بموضوع المالكين والمستأجرين. نحن قلنا بلشت ببيروت بانتظار بقية المحافظات. اللي عرفته اليوم لما كنت عم تابع الموضوع انه اسبوعين فقط بلش ببيروت، وبلشوا ياخدوا اكيد ملفات، ولكن توقفت ليه؟ لانه في مهلة شهرين لكل اللجان بكل لبنان، وما فين يبلشوا بمحافظة دون اخرى، فمن هيك وقفوا لحين ما يرجعوا يعطوا إشارة من هلأ لأسبوع بكل لبنان دفعة واحدة. أما يلي سألوني عن بيروت فأكيد هو بقصر العدل ببيروت، اللجنة بتجتمع على اللي بدهم يستفيدوا انهم يحضروا، اكيد بدهم يحضروا ورقه ايجار افاده، اكيد يعني عن الايجار افاده سكن، بدهم يحضروا العقد يلي معمول بين المالك والمستاجر، وبدهم كمان يحضروا لائحه بالرواتب الناس اللي قاعده بالسكن حتى كمان يقدموها للجنه. اذا هلا ني واقفه حتى ببيروت لحين ما ترجع تنطلق بكل المناطق اللبنانية دفعة واحدة، وإجمال رح تكون بقصور العدل بالمحافظات. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444 باخد أول اتصال لليوم. ألو ألو، أهلا تفضلي. أنا بعدني ناطر كلها كشوف، ما عم تجي لعنا الكهرباء يعني 4-5 ساعات عم تجي بالنهار. وين بأي منطقة؟ بشوي فات بس هالقد؟ بس ما عندي شيء تاني. أي من أي متى مبلش التأنين؟ لا تقريبا بعد راس السنه. اوكي. في يومين. في شي عطل يعني؟ هلا اذا مش عطل بيكون في نقص بالفيول، يعني شو بده يكون فيه؟ مع اساس جابوا الفيول هيك قالوا لنا. لكن طب انت بتسالي ولا بسال انا؟ هلا فينا اثنيناتنا نسال. فينا كلنا نسال، بس انا اللي عرفته وعندكم عطل قطع؟ ايه، انا امبارح تلقيت اتصال كمان من سد البوشري بيقولوا لي انه اجت بس ساعتين، يعني من الساعه 10 للساعه 12 بالليل. ايه ايه. فقط لغير ليله العيد، يعني انه هاتوا التأنين القاسي والمطار عم يغلى كل ماله اكثر كمان. لكن انا بتوقع ان شاء الله يعني كهرباء لبنان تعطينا انه في برنامج تأنين هلا واسبابه، لانه مش بمنطقه واحده، عرفتي؟ مش بس بشويفات، بالبوشريه بعده مناطق كمان قاعده عم تنقطع. مزبوط، في تأنين هلا. نحن بننطر من كهرباء لبنان يعملوا لنا بيان يقولوا لنا في ليش عم تنقطع وقد ايه رح تنقطع، الناس تعرف حالها بموضوع التأنين. وكمان لفتت شغله ثانيه بموضوع مولدات الكهرباء، يعني امبارح كمان انا تلقيت من عده اصحاب مولدات بيقولوا انه ما عندهم مازوت موفر، ومن هيك رح يضطروا هني كمان ما يضووا كل الوقت، اضافه الى كانوا طالبين يكون في اليه جديده مع وزاره الطاقه، لانه لا في ارباح ولا في مازوت، وكمان هني عندهم مشكله جديده طارئه. واليوم بينت مشكله الغاز، بس بتصور انه انحلت، كمان لازم تكون انحلت مثل ما انحل مشكله استيراد البنزين والمازوت. يعني نحن نهار الخميس تاعك الحال ضيفتنا
المديرة العامة للنفط سيدة أورور فغالي، إن شاء الله منها بنعرف أكثر بموضوع الغاز والبنزين والنفط. هلأ بموضوع الكهرباء، أكيد إذا في تأنين ومستمر بدنا توضيح من كهرباء لبنان. بأخذ اتصال تاني؟ نقطع في اتصال آخر؟ ما في، يمكن طولنا بس كنت مفروض أني أعطي كل هالتفاصيل للمواطنين، لأنه الكهرباء يعني شغلة أساسية والتأنين بدهم يعرفوا قد ايه. عنا فاصل وبعده منتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في، كمان عم بيقولوا لي من الزوق مكيل كمان في انقطاع كهرباء كتير. اللي بدي اقوله في تأنين، وهالتأنين قاسي بكل المناطق اللبنانية، وبرجع بقول يعني الأسباب كتيرة، يمكن منها تأمين الفيول ومنها أعطال، ما بقدر أنا أقول شو الأسباب لأنه ما بعرفها، ولكن بانتظار أكيد كهرباء لبنان تبلغ أنه ببيان أنه في تأنين رح يستمر ما بعرف قديه وأسبابه التالية، حتى نحن نوضح لكل المشاهدين. بأخذ اتصال. ألو. ألو. بونجور. بونجور. تفضل. مدام أبي نادر معي؟ نعم. مدام أنا كنت مهاجر. نعم. وجيت على لبنان بعد 30 سنة لأنه ما بدي روح عيش برات لبنان. نعم. ولقيت حالي عم بفتقر ندفي وندفي من وراء الضائقة الاقتصادية اللي صايرة. ما تواخذيني إذا أخذت لك وقتك. تفضل. أنا مستشار قانوني لمجموعة شركات خليجية. نعم. أنا عم بتابع على التلفزيون، بتابع خصوصا برنامجي قديش بتحلي مشاكل، يعطيك العافية. أهلا فيك. بس أنا موضوعي كتير دقيق. هالحراك يلي الناس كلها بجميع فئاتها يلي كانوا حاسمينهم ضده ولا معه، كلياتهم اقتنعوا بالمطالب تبعه، بس الخوف انه هالحراك ينحرف عن الشيء الاساسي. لبنان ناقصه قانون استقلال قضائي، قانون استقلال قضائي، هذا اللي بيرد لنا الاموال المنهوبه، هذا اللي بيرد الاقتصاد، هذا اللي بيمنع اللصوص يمدوا ايدهم على اموال المواطن. اعملي معروف، لازم نعمل حملة لجنة الإدارة والعدل تشهل بهالقانون، لأنه هذا أساس خلاص لبنان. وممنوني. أهلا وسهلا فيك. بدي أقول لك نحن يعني أكيد استقلالية القضاء، هي القضاء هو سلطة، ونحن نحترم ونجل القضاء اللبناني، ونسمع دايما كتير عن استقلالية القضاء. حتى القضاء بحد ذاتهم هن طالبين كمان ما حدا يتدخل بأمورهم، يعني اتركوا القضاء يعمل شغله بالبلد، دني بألف خير. لما يكون عندنا استقلالية قضاء نحن بنعرف شو عم نعنيها. من هيك أنا بالبرنامج بقدر أقول أنه لا أسمح لنفسي ولا مرة أني أتدخل مع القضاء، لأنه هو سلطة ولازم نعطيه نحن كل الثقة، ونبعد السياسيين حتى مثل ما كمان إبعاد السياسي عن الإدارة. السياسيين عندهم أشغال يعملوا، بس يشيلوا إيدهم عن القضاء وعن الإدارة حتى الأمور تمشي بشكل طبيعي بالبلد. هلأ بالنسبة للحراك، أكيد اليوم انتفض الشعب لأنه ما عاد عنده ثقة، فقد الثقة بينه وبين الدولة، وكل مرة منقول بدنا تعيدوا ثقة الناس فيكم. للأسف الشديد بعد الثقة مفقودة، بدنا نستعيد الثقة، ما بنستعيدها هيك، بدها جهد. اليوم حكومة تصريف الأعمال بنسمعها بس هيك تصريف أعمال، ما عم تعمل شيء. والحكومة الجديدة المتوقعة تعودنا بلبنان حتى تبصر النور قدي بدها من الوقت، يعني من هيك ما بقى يحمل الوضع اللبناني إطلاقا. أقله حكومة تصريف أعمال تعمل شغلة اللي قادرة تعمله لحين ما يكون عندنا حكومة ترضي أكيد الشعب اللبناني. باخد اتصال آخر. ألو. 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 أهلا تفضل. بونجور. بونجور مدام. بونجور. أهلا تفضلي. نعم تفضلي. شو سمي ساعة ناطي؟ وأنا معك عم بقلك تفضلي. أنا مش عم بحكي أنا. بلا حضرتك تفضلي. ألو. مدام هذا صوتك. بونجور. بونجور. مسيو. مسيو معي؟ إن شاء الله بنعاد عليك. أهلا مسيو. أهلا. وعليك بالصحة تفضل.
معك معك مواطن لبناني. أهلا وسهلا فيك. صار لي مأجر مطرح مطعم من 47 سنة. نعم. وهلأ إلو 7-6 سنين ما دفع أجار. بوكل محامي. نعم. بيعطيه إرشاين وبدارفه. هلأ كنت عم بسمع إنه ما تتدخلوا بالقضاء. بطلع عند القضاء على المحكمة. بطلع أنا والمحامي تبعي، هو ما بيحضر لهو للمحامي تبعه. بتأجل الجلسة 3 أشهر 4 أشهر. سنة الماضي بتشارين أجلتها لنهار 9 شباط. هذا عدل؟ لا. أنا 47 سنة مأجره، هلأ 6 سنين أجر المؤسسة. وبطلع المؤسسة تبعي بيقول لي المستأجر، أنا مش مستأجر منك، أنا مستأجر من فلان. وهيدي بحد ذاتها خطأ قانون، يعني ما بحق المستأجر يأجر. ما في قانون يا ستنا يا راس عيني. ليك بدي أقول لك شغلة، معك حق، في عنا كتير وقائع وهيدي وحدة منها. أنا ما عم بقول إنه كل شيء بألف خير، أنا عم بقول القضاء مفروض يشتغل شغله، ما حدا يتدخل بعمله. المحامي يحضر والقاضي يحكم وما يأخروا بقى بإصدار الـ يعني اليوم عم بيصير فيه كتير تأخير بالمحاكم كمان. الأحكام ما لازم، يعني لازم دغري تنبت فيها، عم بيأخروا كتير بإصدار الأحكام. وهيدي طبعا نحن بنرفعها لكافة المعنى لمجلس قضاء الأعلى، يلي نحن بنحترم الرئيس وأكيد عنا ملء الثقة. اليوم قبل بكرة، هيدا اللي عم حاول قوله أستاذ الكريم، كتار مثلك وأمثالك واقعين بهيدي المشكلة وما حدا عم بينظر لهم بقضاياهم. نحن بدنا القضاء يشتغل شغله وبسرعة وبدون تسرع. أكيد كمان اتصال. بسمع كمان اتصال. في رتور على التلفزيون، يمكن حدا عم يسمعونا مش على التليفون. الو. ايه تفضل مسيو. بونجور مدام. بونجور. ينعاد عليكم. وعليك بالصحة، تفضل. أنا بس بدي ألفت لك نظري. نعم. إنه هالدولة الفاسدة يلي ما قامت بواجباتها تعمل سياسة إسكانية وفوتت المستأجر والمالك بخصام وبخصومة فظيعة. 100%. طيب بهالظروف هيدي يلي الناس صارت أكتريتها فقيرة، مش قادر تأمن أكله وشربه، كيف بدها تأمن تدفع أجارات حسب قانون الأجارات الجديد الطالع؟ هذا ما بيصير، يعني عم ينطلب المستحيل، عم بيتحمل الشعب اللبناني أخطاء هالسلطة الفاسدة يلي عاست فساد وسرقت ونهبت هالبلاد. بقى بدل ما يجوا يعملوا قانون أجارات، يعملوا قانون يحصلوا هالأموال من هالنصابين يلي سرقونا، ويعملوا بيوت سكنية يلي هالفقرة الطبقة الفقيرة وصار كل العالم فقيرة، يعملوا بيوت سكنية ويعطوا بيوتهم للملكين. ما في إشكال، هيك بتنحل الأمور، مش بهالطريقة العشوائية. يعني بنجي بنظلم عالم وبنشيل عالم ونحطه شيء، هيدا الشيء اللي عم بينعمل كله غلط بغلط. هذا القانون لازم يتوقف لحين تزبيط الأمور واستعادة الأموال المنهوبة. يعني جيبوا هالأموال من يلي سرقينا، وإذا بيجيبوا نص الأموال لبنان بألف خير. ليه ما عم بيجيبوا الأموال؟ ويعني معقولي وهالبنوك عم تشحد العالم مصاري؟ مسيو بدي أقول لك أستاذ، بدي أقول لك إنه هذه الأموال طريقتها واحدة تترجع، ما في إلا طريقة واحدة. خلي ينوضع إشارة على كل ممتلكات المعنيين سياسيين وغير سياسيين ومدراء عامين ورؤساء مجلس إدارة واللي عندهم مسؤوليات بهذا البلد مع منع السفر. شوف ما أحسنهم بيردوا المال يلي نهبوه. كتير سهل العملية، بس نحن لو عنا ضمير ولو عنا وطنية عند البعض كانوا من تلقاء نفسهم يا بيستقيلوا يا بيردوا المصاري. للأسف الشديد بعد ما وصلنا لمرحلة المواطنة الصحيحة يلي بتخلي الإنسان يعني أقله
انه يا يعتذر يا يستقيل واكيد يرد الاموال المنهوبه. يعني هيدي ما في ما في ما في اثنين بيختلفوا عليها، بس لهلا بعد ما شفنا شيء للاسف ابدا. مؤسف جدا يلي عم نشوفه. من هيك رح نضم ندق ناقوس الخطر، ورح نضم نحكي السكن والتربيه العلم والاستشفاء، هودي من كرامة الإنسان، هودي من كرامة عيش الإنسان، هودي يلي على الدولة اللبنانية هي تأمنهم لمواطنية بكل بساطة. العمل والسكن والاستشفاء هودي يعني أولويات. نحن بلبنان مندفع دوب والوتريبل ومش ملاقين شيء للأسف الشديد. هيدي الفرصة اليوم يلي عم نقول فيها إنه الشعب اللبناني ينتفض من أجل حقه. ما بدنا أكتر من أبسط حقوقنا، ما في بس حقنا، ما بدنا شيء تاني. واجباتنا عم نعملها، اعطونا حقوقنا. أهلا وسهلا فيك. يعني أنا بقدر كل الاتصالات يلي بتصب بهذا الموضوع، لأنه هيدي من حرقة قلب على الأكيد. باخد كمان اتصال. ألو بونجور. بونجور. هابي نيو يير مدام ريبيكا، عاد عليك. سام تو يو لك كمان. بس بليز انا بدي احكي على شيء بسيط وعندي نداء صغير. حضرتك جاوبت المستاجره من يوم انه مزبوط عم بخصوص اللجان قانون الايجارات. كثير معلومات صحيحه انه مشيت 15 يوم قبل راس السنه اللجان ببيروت وتوقفت حتى نرجع نتقلع بكل لبنان. صحيح، بكل لبنان بكل المحافظات. بس انا في شغله صغيره بدي اوجه نداء صغير لرئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس سهيل عبود، هو اللي أعطى أمر بتوقيف اللجان حتى يمشوا مع بعضهم مثل ما قلنا بكل المحافظات، ولأنه عنا كمان مهلة شهرين. يعني في مهلة شهرين تكون للكل، في مهلة شهرين إسقاط. مهلة إسقاط صح. بس أنا بدي وجه كلمة لحدة القاضي سهيل عبود، هلأ هو بإيده يمشي اللجان مثل ما فهمنا. بليز في كثير من المستأجرين اللي احوالهم منيحه رايحين، ونحن بنعرفهم رايحين يطلبوا ما عم يدفعوا الايجار لحتى يروحوا يقدموا على الصندوق. بقى اذا مشيت اللجان بنعرف، نقدر نعرف المستاجر الغني والمستاجر الفقير، المستاجر اللي بيستفيد من الصندوق من اللي ما بيستفيد. من هيك مدام معك حال، بدي القاضي عبود يمشي لنا اللجان باسرع وقت ممكن، لانه المالك ست ريبيكا احترق، المالك مات من الفقر. بدي اقول لك شغله، اهلا وسهلا فيك مدام. مدام انتهى الوقت، اهلا وسهلا فيكي. رح انتقل دغري لصوره اليوم، حتى ما في وقت لصوره اليوم. في وقت ولا ما في؟ شو بنعمل؟ ننهي من نقول لهم لبكره؟ اوكي، لبكره، لانه صوره اليوم في لها كمان رد. هلا بنحطها صوره وبنحط الردود لها بكره. الى اللقاء.